السلام عليكم. بداية الشكر لله عز وجل، ثم لكم أخواني وأخواتي على الدعم في حسابي على الإنستغرام واستجابة لطلب الفزعة. يشهد الله أنه ينشد فيكم الظهر، جزاكم الله خير وبيض الله وجهكم. قصة الليلة قصة عجيبة. القصة حصلت ما بين عام 2007-2008 في محافظة الحديدة، مديرية بيت الفقيه في اليمن طبعا، وتحية لأهل اليمن. القصة الله يسلمكم لشاب عمره 22 سنة اسمه عدنان. عدنان هذا أبوه توفى، وعدنان يعد هو الابن الرابع، يعني قبله 3 بنات خواته وبعدين عدنان، وعنده أصغر منه أخوه الأخير هذا، يعني هم عددهم بالكامل 5. من توفى أبوه، وأبوه كان إنسان بسيط يعني ما ترك لهم شيء ولا ورث ولا أرض ولا مزرعة إنه يعتاشون منها وكذا، عايشين على الرزق اللي يجيهم من رب العالمين. فقامت أم عدنان وباعت ذهبها وذهب بناتها، الشيء البسيط اللي كان عندهم، واشتروا فيه دراجة نارية موتور لعدنان يشتغل عليه. ليش؟ لأن في عندهم شغلة مثل التاكسي على الدراجة النارية، الناس تنقل من قرية لقرية، يعني مرات ياخذ رجل ياخذ شباب ياخذ، يعني ينقلهم من قرية لقرية بسرعة، ويقدر عن طريق الموتور أو الدراجة النارية إنه يدخل فيها في أماكن وعرة وأسرع من السيارة وأقل أجرة وبسيطة وعلى قد الحال وما تصرف وقود كثير. فكانت يعني شغلة ممتازة وتدر عليها المال اللي يستطيع إنه يعيش والدته وخواته 3 وأخوه الصغير. وفعلا ما شاء الله عليه، عدنان شاب تحمل المسؤولية وهو صغير من بعد وفاة أبوه، فهو اللي جاب البيت وحاجيات خواته ووالدته وأخوه، ويوم اشتغل على الدراج قام يطلع يعني ما شاء الله يحافظ على الفلوس يوديها لأمه على طول أول بأول، تشتري حق إخوانه الشيء الضروري اللي يحتاجونه، وتخبي من مبلغ من اللي عندها تخبيه حق إنه لا سمح الله احتاج إنه يصلح الدراج النارية. وكان عدنان أبداً ولا يصرف ولا ريال على نفسه، عنده هدف انه يعيش اخوانه والدته فقط، هذا همه في الدنيا. مرت الايام وصار معروف عندهم عدنان اهل القرية والمديرية واللي حواليها ان عدنان يشتغل على الدراجة، ان مثلا توصيل طلبات يعني تحتاج منه يجيب لك غرض من منطقة ثانية من محافظة ثانية، يروح بسرعة يجيب لك الأغراض ويجي لك، أو إنه يوصل لك أو يشتري لك أو يروح السوق، يعني شغال على كله، يعني يوصل ناس ويشتري أغراض. ويوم الأيام عنده واحد من أصدقائه يسكن في منطقة اسمها المنطقة هذه ريمة، وهذا صديقه يبي يتزوج، فما وجد أفضل من عدنان انه يساعده في موضوع قضاء الحاجيات البيت وللعزومه اللي هي الفرح. فطلب من عدنان، قال له شوف ابيك تروح السوق تشتري مثلا خضروات والمستلزمات الطبخ، ابيك تجيب لي مثلا اغراض من السوق، ملابس، كل شيء يبي حق زفافه يطلبه من عدنان. وعدنان يتنقل من المحافظة اللي هو فيها أو المنطقة اللي هو فيها إلى المنطقة اللي فيها صاحبه في منطقة ريمة. المهم إلى أن جاء يوم حفل الزفاف، فقال عدنان حق والدته يا يمه ترى اليوم أنا مجهز نفسي وأغراض وكذا، وبطلع من الصبح الفجر يعني من بعد صلاة الفجر بروح إلى حفل زفاف صديقي، وكذلك موصيني في أغراض أشتريهم له، وممكن يعني أتأخر عنده أحضر الحفل الزفاف وأجي اليوم الثاني. قالت له روح الله يسهل عليك والله يحفظك ودير بالك على نفسك. قال له إن شاء الله يا يمه. وفعلا هذا عدنان
بعد صلاة الفجر أو يركب هالدراجة أو يطلع من منطقته اللي هي مديرية بيت الفقيه متوجه إلى أطراف ريمة اللي هي فيها حفل الزفاف صاحبه. أثناء مروره بين الشوارع والطرق والبيوت ويمر على ثلاث أشخاص، واحد فيهم ابن تاجر معروف جدا في محافظة الحديدة، والثاني ابن مسؤول كبير كذلك في محافظة الحديدة، أصدقاء ومعاهم صديقهم الثالث. لما مر عليهم ولا هذول يعني طالعين الفجر وشايلين بيدينهم مثل الكرتون، فعدنان لما مر من جنبهم يعني سلم سلام من بعيد لأن ناس واقفة وكذا وعرف إن هذول منو يعني، لكن رفع إيده السلام وهو معرفته فيهم بسيطة جدا من بعيد لبعيد يعني، وكمل طريقه رايح لمنطقة صاحبه. وفعلا وصل عند صاحبه هناك وعطاه الحاجيات اللي كان موصي عليها وحضر حفل الزفاف والأمور طيبة. ثلاثة هذول اللي شافهم عدنان جلسوا يسولفون بينهم بين بعض ان هذا صاحب الماتور كشفنا وشافنا واحنا نشيل الكرتون وبكرة السالفة تنتشر وراح تذكر ان شافنا الفجر وماسكين وكذا وراح يقول نعم والكرتون هذا اللي تخلصوا منه فلان وفلان وفلان وراح ننفضح وهذا شجاب لنا بهالفجر. اتفقوا ان يتخلصون من عدنان، فصاروا يسألون لما طلعت عليهم الشمس وكذا بعد ساعتين ثلاثة صاروا يدورون في المنطقة يسألون منو صاحب الماتور هذا الولد اللي شكله شكل فلاني واللي على دراجة، وهم يعرفون ان هذا الشخص اللي هو عدنان يوصل طلبات لكن ما يعرفونه معرفة شخصية. فلما بدوا يسألون واحد قال لهم ترى هذاك الرجل اللي واقف هناك هذاك ولد عمه، اسألوا أكيد يعرفه. ويروحوا له قالوا له أنت ولد عمك فلان اللي عند الدراجة اللي يوصل وكذا؟ قال لي نعم اسمع عدنان. ليش آمر وفي شيء؟ قالوا لا والله ما في شيء، بس احنا نسأل عنه يعني كنا محتاجين يوصل لنا أغراض وما لقينا وجينا نسأل عنه. قال لا ترى هم ما هم موجود والظهر انه ما راح يرجع اليوم، يجي بكرة لأنه رايح يحضر حفل زفاف أحد أصدقائه، فإذا تبون بشيء ترى هذاك بيته. قالوا بس يعطيك العافية ومشكور، تبون شيء محتاجين شيء؟ قال لا والله ما نبي شيء مشكور. اجلسوا عاد شنو يفكرون الحين شلون يصيدون عدنان، ودام ان عدنان موجود الآن في منطقة اللي هي ريمة فأكيد لا جاي بيدخل للقرية يدخل من المكان الفلاني، فصاروا يتحبلون ويدرون رايح عرس حفل زفاف فأكيد ما راح يجي بالليل أو يجي على وجه الفجر. أجلسوا طول الوقت وهم على الممر المؤدي للقرية يشوفون من بعيد أي دراجة نارية يركزون عليها، ولا هذا فعلا عدنان اللي جايه، ويطلعوا الاثنين السلام عليكم. عليكم السلام. وقف هلا حياكم الله، انت عدنان صح؟ قال لي انت توصل وكذا؟ قال لي نعم. قال والله جابك، احنا محتاجينك توصلنا الان الى منطقة هني قريبة وترجعنا. قال والله يا جماعة ترى تعبان وانا من الفجر رايح منطقة بعيدة واشتغلت وتعبت وجاي برجع حق اهلي امي وخواتي واخوي الصغير في البيت بروحهم وانا جايب لهم كم ريال ابيهم يصرفون على نفسهم. قالوا يا ابن الحلال احنا ما حصلنا احد بهالليل وكذا، ارجوك يا اخوي عدنان نبيك توصلنا وما راح نطول ونعطيك اجرك اللي انت بي. قالوا يا جماعه والله اعذروني تعبان. قال يا ابن الحلال ما يخالف نبيك تساعدنا، وهو رجل شهم يعني من قالوا لنا نبيك تساعدنا واحنا متورطين ومقطوعين وما حد جنبنا وكذا. قالوا يا راخ تم حياكم اركب.
ويركب الاثنين. وين؟ قال امش سيدة. ويمشي يمشي 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 لين جو عند منطقة أو قطعة من الأرض مسوينها يسمون نفس المسلخ، احنا عندنا في الكويت نسميه مسلخ، هم يسمونه المجزرة. هذا المكان اللي يأتون فيه أصحاب الماشية يبيعون أغنام، واللي يشتري مثلا يبي يذبح الخروف ولا يذبح البقرة ولا يذبح لكذا، بنفس المكان المسلخ نفسه هم يسمونه مجزرة. ويجيبونه عند مبنى المجزرة، ما في أحد بالليل. أوه يعني ما كان يعني متوقع أن هذول بيغدرون فيه، ولا يشوف هذا ولد المسؤول الكبير الثالث ينتظره ويلتفت على الاثنين اللي مركبهم معه، قالوا له وقف وقف. ويوقف، قالوا له انزل انزل بدون اي كلمة. عسى ما شر يا جماعة في شيء؟ قالوا له تعال تعال. وياخذون دراجة النارية ويدخلونه داخل المجزرة ويمسكون عدنان او يضربونه ضرب. وهذا مصدوم الولد، يا جماعة عينو خير، يا جماعة ايش فيكم، ايش صاير، انا زليت بشنو، غلطت بشنو، يا جماعة خاف انكم متوهمين. قالوا لا لا، انت شفتنا امس الفجر وحنا شايلين كرتون، وانت عارف شنو اللي كان داخل الكرتون، وتبي تفضحنا، واحنا الحمد لله ان مسكناك قبل لا تدخل للقرية. قال لهم اي كرتون؟ اتضح ان عدنان فعلا ما كان منتبه الكرتون، او شاف ثلاثة والفجر ومن بعيد سلم ومشى، ومسكين على فاله رايح ورا شغل، وهذول في بالهم ان اكتشف الجريمة اللي هم مسوينها. قال لهم اي كرتون؟ لا والله ما شفت شيء، الله يرحم والديكم فكوني، والله العظيم ما اتكلم ولا اجيب سيرة وكذا، واعتبروني لا شفتكم ولا شفتوني، الله يخليكم خلوني ارجع عند امي وخواتي وكذا. قال لا والله ما تفلت، احنا ما صدقنا ان نمسكك قبل لا ترجع لاهلك وتقعد تفضحنا. المهم وهذا يترجى فيهم ويترجى فيهم ويقومون شو يسوون فيه؟ بصدمكم. قالوا له اذا وافقت على الشرط اللي احنا نبيه نطبقه فيك راح نطلق سراحك. احنا علشان نضمن انك ما تتكلم راح نعتدي عليك جنسيا ونصورك، واذا تكلمت راح نفضحك في محافظة الحديدة كلها، ننشر الفيديو ان انت في كذا وكذا وكذا. طبعا عدنان رجال، لما بدوا يخيرونه بين الشرف والموت قال لهم لا والله الموت عندي أهون، وقام يقاومهم حتى أنه تسبب بإصابات بهذه الأشخاص الثلاثة. لكن هذول كانوا مجهزين، كل واحد معاه الخنجر واللي معاه سكين واللي معاه عصا واللي، ويستلمون ضرب ويطعنون 27 طعنة إلى أن رجل الله يرحمه فارق الحياة، مات المسكين بدون أي ذنب يرتكبه، فقط لأنهم اعتقدوا أن شافهم وهم يرمون الكرتون. تقول يا أبو طلال الكرتون شنو فيه؟ أنا أقول لكم شنو فيه الكرتون. الله يسلمكم، بعد ما رموه في حاوية القمامة وكان هذا على وشك يعني صلاة الفجر، الناس خلصت من صلاة الفجر وهي راجعة طالعة من المسجد، وتسمع صوت ولد صغير يبكي توه. وين هالصوت وين هالصوت؟ ولا داخل حاوية القمامة ويتجمعون أهل المسجد، ولا هذا الولد الصغير موجود داخل الكرتون، ولا ولا الآن فيه دم الولادة يعني. ويقوم واحد من المصلين اللي بيتهم قريب من المسجد ويشيل
هالولد هذا وياخذه معاه البيت، وبلغ اهل المسجد قال لهم يا جماعه اذا اجى احد وتعرف على الولد ترى هو عندي امانه وكذا، وان ما جاء احد ترى انا بتبناه، انا بخليه ولدي. قال جزاك الله خير، خذ الولد وراح لبيته. لكن الموضوع ما يمر مرور كرام، الكل بدا يسولف هذا من ولده، من اللي رماه، شنو قصته، من ابوه، من امه، من اللي سوى كذا، اكيد ابن سفاح، اكيد كذا. وبدأ التحقيق في الموضوع والشرطة والناس تدور هذا الموضوع تسبب بقلق المنو ولد المسؤول وولد التاجر وصديقهم الثالث، وخصوصا بعد ما الناس بدأت تتكلم عن موضوع المولود تذكروا سالفة عدنان اللي شافه، فقالوا أكيد عدنان إذا سمع سالفة إنه في مولود وداخل كرتون راح يتذكر إنه شافنا وإحنا شايلين هالكرتون هذا وراح ننفضح، خلونا نتخلص من عدنان. فعلاً هم تخلصوا من عدنان. شلون تخلصوا منه؟ بعد ما طعنوه 27 طعنة وهم أصلاً مطعنين داخل المسلخ أو المجزرة، اسحبوا جثته وحطوها في المجاري، مجاري المجزرة نفسها، والمجزرة فيها مثل المجاري مليانة دم من البهايم والغنام وغيره يعني. فقالوا راح يضيع دمه، وخصوصا لما رموا الجثة داخل المجاري وأغلقوا عليها الفتحة اللي هي فتحة حديدية يعني عشان لا أحد يصخب داخل المنهول هذا. لكن شو اللي صار اليوم الثاني؟ دخل مسؤول المجزرة الصبح، وهذا المسؤول دائما كان حريص على ان المجزرة قبل لا يتركون العمال الشغل بالليل نهاية اليوم يعني ان يغسلون الارضية من الدماء ويشيلون صوف الاغنام وينظفون، يعني ما يبقى اي اثار لدم الاغنام او غيرها يعني في مكان المسلخ ابدا. فلما دخل المسلخ ويشوف آثار دماء، لا، والدماء هذه موجودة في مكان في المسلخ من المفترض أن ما يتم ذبح الخروف أو يتم ذبح أي بهيمة في هالمكان هذا، لازم تكون قريبة من المنهول. وبدأ يتبع الدم، وهذا عنده خبرة، خبرة في موضوع الدماء، دماء يعني يعرف يفرق بين دم الإنسان ودم البهايم. شاف الدم لونه غريب ومتخثر بسرعة، فقرب منه وصار يتبع آثار الدم إلى أن وصل للمنهول. يوم فتح الغطاء ولا هذه جثة عدنان، وعلى طول يقوم يبلغ رجال الأمن في الموضوع. عدنان أصبح الآن غايب عن بيتهم تقريبا يومين، والدته تسأل وقلبت الدنيا وين راح، ومو متعودة ولدها يغيب. أصلا كان مفترض يروح عند صديقه يخلص الحفل الزفاف ويرجع، هذا قعد لليوم اللي بعده وتسأل، وقامت فزعت عيال عمه وصاروا عيال عمه يدورون عليه، وقاموا اتصلوا على صديقه اللي في منطقة ريمة قالوا له ما شفت عدنان؟ قال يب حضر أمس عندي في العرس وما قصر جزاه الله خير ومشى. قال أنا بروح البيت، حتى لزمت عليه إنه يبات عندنا ما رضى. قال متأكد؟ قال إيه نعم، المفترض من أمس هو عندكم. قالوا له والله يا ابن الحلال ترى ما رجع وغايب عن البيت. قال يا جماعة يمكن ترى هو يترزق الله يروح من مكان لمكان. قالوا إيه بس هو ما يغيب كل هالفترة عن البيت، يبلغ والدته وليش ما يتصل؟ كانوا يتصلون على موبايله في أول ساعات كان يرن وبعدين انقطع الاتصال مرة واحدة، فهذا الأمر يعني خلاهم يشكون في الوضع يعني. قالهم شوفوا أنا علي إني راح أدور على عدنان عندنا في المنطقة بالكامل، وراح أفزع عيال عمي وأبشره، وهذا عدنان ترى صديق وأنا ما راح أتركه، وإن شاء الله راح أعثر عليه، وإذا أنتم عثرتوا عليه طمنوني الله يخليكم.
قالوا له تم وجزاك الله خير، سكر التليفون. راحوا بلغوا رجال الأمن في الموضوع، سجلوا قضية، وصار الكل يبحث عن عدنان في منطقتهم والمناطق الثانية، يعني في محافظة الحديدة بالكامل، لكن ما في أي أثر إلا بعد ما هذا مسؤول المسلخ اكتشف وجود الجثة، وعلى ما حضروا رجال الأمن، على ما طلعوا الجثة ولقوا فيها إثبات وعرفوا أن هذا هو عدنان اللي تم الإبلاغ عن اختفائه، وبلغوا أهله وجو وشافت والدته مسكينة، شافت جثة ولدها، وهني يعني خلاص ثبتوا أن هذا هو عدنان المفقود. لكن من اللي اقتله وليش؟ هذا الآن اللي راح تسمعون تفاصيله. يوم الثلاثاء ولد المسؤول وولد التاجر وصديقه اقتلوا عدنان. عدنان معاه دراجة نارية ومعاه تليفون، التليفون خذوه ورموه مع جثته، مع جثة عدنان. لكن الدراجة النارية سووا فيها، خافوا ان احد يشوفهم عليها ويعرفوا ان هذول لهم علاقة في عدنان. على طول أخذوا الدراجة وراحوا إلى صديقهم الرابع، هذا عنده حوش كبير في البيت، وراحوا له قالوا اسمع، هذه الدراجة نبي منك خدمة تخبيها عندك في الحوش. قال لهم ليش؟ وهذه دراجة منو؟ قالوا لا مالك شغل، بس احنا نبي نخبيها عندك، وإذا ما عندك مانع، إذا عندك مانع خلاص احنا نشوف واحد غيرك. قال لا حاضر، حد الدراجة حطوها بالحوش ومتى ما تبونها خذوها. فما استغرب يعني منو اللي يمكن شارينها، يمكن على خلاف مع واحد، يمكن ما يدري، لكن ما اهتم الموضوع، موضوع بسيط بالنسبة له. وهذا الرجل الرابع ركزوا عليه في القصة، هذا خبى الدراجة النارية عنده، وصاروا التحقيقات يدورون 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 من اللي له علاقة في عدنان، من اللي شافه، زين من اللي شاف الموتر ماله دراجة، من اللي آخر واحد شافه، ما حد شافه من طلع من قرية صاحبه. وحتى صاحبه حققوا معاه وأهله وجماعته وكلهم أكدوا أنه كان حاضر في حفل الزفاف وطلع ما في أي مشاكل، ولا حد تبعه ولا أحد حاقد عليه ولا في شيء. إذن في أحد حاقد عليه من ديرته نفسها، حققوا مع أقاربهم جماعتهم عيال عمهم، ما في فايدة. بعد أيام من البحث والتحري وحالتهم حالة، رجال الأمن أبدا ما توصلوا لأي شيء. ويجيهم واحد هذا يعمل كذلك مثل شغلة عدنان، يوصل الناس على موتور، على دراجة نارية، ومعروف كذلك نفس طريقة عدنان. قال لهم أنا عندي معلومة. قال له شنو؟ قال الدراجة النارية اللي كان يملكها عدنان أنا أعرفها بالضبط، لكن أنا استغربت لما شفت ثلاث أشخاص راكبينها، ولد المسؤول فلان الفلاني وولد التاجر الفلاني، معروفين هذول شخصيتين، ومعاهم واحد ثالث، وشفتهم داخلين على حارة الهنود، عندهم حارة اسمها حارة الهنود، لكن اختفوا من دخلوا الحارة، ما شفتهم، ما طلعوا مرة ثانية. وأنا كنت أنتظرهم، أبيهم يطلعون بتأكد هل الدراجة هذه نفسها مالت عدنان ولا لا. لكن بعد ما سمعت عن قصة مقتل عدنان وعن اختفاء دراجته النارية، أني صراحة أنا قررت أني أبلغ على اللي شفته. لكن أنا بصراحة ماني متأكد 100%، ولربما معلومة تفيدكم. قالوا لا يعطيك العافية، بالعكس معلومة جدا مهمة. الآن هم ما يبون يلقون القبض على ولد التاجر وولد المسؤول ولهم وزنهم يعني، ويطلع كله كلام فاضي. قالوا في البداية حارة الهنود فيها قليل من البيوت، راحوا حق العاقل أو مسؤول القرية هذه الحارة، قالوا لنا بنفتش البيوت، سهلة ندخل البيت نشوف فيه دراجة نارية المطلوبة ولا لا. قالهم أبد، أخذوا إذن بالنيابة وادخلوا عادي، خذوا راحتكم. فعلا أصدروا أمر نيابة وبدأوا يدخلون بيت بيت،
يدخلون تعرفون دراجة وين أحد بيخبيها، يا عند الباب من داخل البيت أو في الحوش أو في يعني في مكان يعني واضح. فصاروا يبحثون بيت 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 لين وصل الخبر لصديقهم الرابع أن رجال، تعرفون هذول أهل الحارة كلهم أقارب وعيال عم وصاروا يتواصلون مع بعض، وأن رجال أمن يدورون على دراجة نارية وعرفوا القصة بالكامل. ووصلت المعلومات حق الرابع، قام الرابع واتصل على منه، على ولد التاجر ولد المسؤول، أنتم تبتورطوني، طلعتم وأنتم اللي قاتلين عدنان وماخذين دراجة مخبينها عندي وكذا. قالوا لا اسمع اسمع اسمع، والله العظيم انكشفت السالفة، راح نقول انك شريكنا في الجريمة، لكن اذا خبيت الدراجة مضبوط راح الان نرسل لك مبلغ كبير من المال، كان يعني تقريبا 100,000 ريال، وكان هذا مبلغ كبير في ذاك الوقت، ونبيك تخبي الدراجة ولا كأنك شفتنا ولا احنا شفناك بسرعة قبل لا يدخلون عليك رجال الأمن. قال لهم خلاص أوكي، وهذا بعد يعني هم محتاج الفلوس، قال أنا ما لي شغل، أنا فقط بخبي دراجة، يعني أنا فقط كاتم شهادة ما رح أشهد بشيء، فقط أنا ما لي شغل بالجريمة. زوجته اللي معاه في البيت ما تدري موضوع الدراجة، الدراجة موجودة في الحوش، فقال لها أبيك تروحين لأهلك. ليش شنو في؟ قال لها روحي وأنا بعزم ناس ورجال عندي وما أبيك موجودة في البيت. قالت له حاضر حاضر، راحت لأهلها. ويقوم في وسط الحوش عنده ويحفر يحفر يحفر لين حفر لحفرة كبيرة ويرمي فيها الدراجة ويدفنها. اليوم اللي بعده جاء دوره، هو بيته وبيت اللي جنبه، قاموا يفتشون هم ما لقوا شيء ولا شكوا بأي شيء، واختفى أثر الدراجة النارية، وقاموا ألقوا القبض على ولد التاجر وولد المسؤول وصديقهم الثالث، كلهم كانت أقوالهم وحدة، قالوا لا يبا هذا اللي شافنا الظاهر متوهم، هذه الدراجة النارية أنا أملكها، يقول ولد التاجر أنا أملك دراجة نارية، وهو الظاهر شافني على دراجتي ومتوهم يعني منو هذا عدنان؟ لا نعرفه ولا يعرفنا. قال زين وين كنتم يعني؟ قال كنا موجودين عند صاحبنا اللي هو الرابع في حارة الهنود، فعلا راحوا جابوا الرابع اللي كان مخبي الدراجة، وقال مثل ما قالوا الثلاثة، أقوالهم كانت متطابقة يعني، إن هذول زاروني وتعشوا عندي، وقالوا زين شنو الدراجة اللي كانت معهم؟ قال لهم لا هذول جوني على دراجتهم النارية يعني. ليش اللي صاير؟ قالوا احنا ندور على دراجة مواصفاتها كذا، هذه حق واحد مقتول اسمع. قال لا والله صراحة انا ما ادري عنه، وهذول اصدقائي المهم ضاعت الشبهة على الاربعة وطلعوا منها مثل الشهرة من العجين، علاوة على ان واحد فيهم ولد مسؤول كبير، الثاني ولد تاجر كبير، والثالث والرابع ابدا اقوالهم مطابقة معهم. اطلعوا وأصبحت القضية ضد مجهول. جلست أم عدنان تبكي، خواته يبكون، ما عندهم إلا أخوهم الصغير هذا اللي المسكين يعني فقد مو أخو فقد أبو، هم كلهم فقدوا العون، الشخص اللي كان يساعدهم اللي كان يحميهم، ما كانوا ينامون بالليل مطمئنين إلا بوجود عدنان، رغم أن عدنان شاب صغير لكن كان مكانته مكانة رجل، مكانة الأب، خسارة كبيرة هالعائلة. صاروا يبكون من اللي الحين بيشتغل لهم، هالبنات تشتتت. المهم راحت الأيام وجدت الأيام وراحت قضية عدنان اللي انقتل ولا حد عرف من اللي قتله وليش. طبعا على بالكم القصة هني انتهت، لا 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 لا، القصة توها بدت. الرابع خلونا نسميه قاصد، قاصد هذا الله يسلمكم بعد شهرين ثلاثة من قصة مقتل عدنان مستانس بالفلوس اللي معطينا عيال ولد التاجر ولد المسؤول، مقابل انه يسكت وانه أخفى الدراجة النارية وانه ما شاهد بالقصة، ويصاب بفشل كلوي. فجأة
كان صاحي ما فيه أي شيء. قام يحس بألام ولما راح المستشفى قالوا له يبقى إنزيمات الكلى عندك أصلاً، الكرياتين هذه عندك صاعد ليه واصل مرحلة خطيرة جداً. شلون وكذا وأنا أول قال لا لا أنت الآن لازم تبدأ بعملية غسل الكلى ولا يصبح عندك فشل كلوي ما حد يقدر يساعدك. ويروح إلى مديرية زبيد. مديرية زبيد هناك فيها مستشفى مختص في موضوع غسيل الكلى، وصار ينفق كل أمواله اللي أخذها من ولد التاجر وولد المسؤول وكذلك اللي كان هو أصلا مدخرها طول حياته كلها على غسيل الكلى. جلس تقريبا 9 أشهر سنة إلى أن فلس، صار يدور ويستلف وحالته حاله ومريض والناس تعطف عليه وتعطيه وخلاص يعني الناس ملت واللي ما عنده واللي كذا. يوم الأيام يتذكر أن عنده شيء ممكن أنه يبيعه، اللي هو شنو؟ الدراجة النارية اللي كان دافنها عنده في الحوش. وفعلا قام حفر الحوش وطلع الدراجة النارية مالت عدنان الله يرحمه، وصار يفككها قطع قطع وياخذها معاه إلى مديرية زبيد ويبيعها هناك وبفلوسه يروح يغسل الكلى. يوم يجيب لها المقود، يوم يجيب الكرسي مال الدراجة، يوم الإطارات، يوم المكابح، يوم ما أدري شنو الأضواء، ما خلى قطعة في الدراجة إلا باحة إلا الموتور. كان متردد مخليه آخر شيء. الموتور نفسه أو الماكينة دائما يكون فيها مثل رقم السيريال نمبر هذا أو رقم الشاصي، وهذا رقم الشاصي هو اللي الناس تتعرف على الموتور هذا إذا حق فلان ولا لا. لكن لما وصل حده خلاص الرجل تعبان وحالته الصحية كل ماله تدهور، والغسيل ما صار يجدي معاه نفعا، يعني صار يحتاج إلى غسيل أكثر من مرة في الأسبوع، فاضطر إنه ياخذ الماكينة ويبيعها إلى نفس الشخص اللي في مديرية زبيد. هذاك الشخص اللي اشترى منه يدري بحالته وإن هذا قاعد يغسل الكلى، ورغم إنه كان يبيع له بعض القطع فيها صدى شوي ما هو عارف شو القصة، لكن هذاك لأنه عنده خبرة في الدراجات النارية كان مستغرب من شيء، إن هذا باع لي الإطارات والمقود والكرسي والشاصي والمادرشينو والمادرشينو، وحقيقة الأمر إن هذه القطع هذه كلها تعود لدراجة نارية واحدة، يعني لما يجمعهم يصبح عنده دراجة نارية. قال هذا ليش ما باع الدراجة بسعر أغلى أفضل ما يبيعها قطع؟ فكان مشتبه فيه وكان يبيع له بسعر رخيص. جت هالسالفة تذكر سالفة أن يوم الأيام كان في بلاغ من قبل رجال الأمن إلى محلات اللي تشتري قطع غيار الدراجات النارية واللي يشترون الدراجات النارية المستعملة، كانوا مبلغين عن دراجة نارية ورقم شاصي وكذا. فبدأ يراجع المحلات، قالوا تذكرون السالفة؟ قالوا إيه نعم. قال من اللي عنده البلاغ ويأخذ من واحد فيهم رقم البلاغ ويشوف رقم الماكينة المبلغ عنها ولا مطابقة للماكينة اللي قاعد يشتريها من هالرجل هذا، يخرب بيتك. ويقوم ياخذ القطع قطع الغيار الدراجة اللي اشتراها منها كلها وراح فيهم، راح فيهم إلى محافظة الحديدة إلى مديرية بيت الفقيه عند أهل عدنان عند جماعته يعني من عيال عمه، وقالهم يا جماعة هالقطع هذه كلها ترجع لي موتور واحد لدراجة نارية واحدة، وأنا اشتريتها من رجل هو عايش عندكم في حارة الهنود واسمه فلان فلاني، وهذا قاعد يعني
جالس يغسل عندنا كله في مديرية زبيد وكان يبيع لي القطع علشان يغسل الكله. وانا صراحه اشتبهت فيه، ولما شيكت على رقم البلاغ اكتشفت ان هذا القطع تعود للدراجه الناريه لولدكم المقتول. شنو هذا الكلام بعد سنه ونصف من الجريمه؟ ويبلغون رجال الامن وعلى طول ويلقون القبض على الرابع هذا لغسل الكله. طبعا الرجل تعبان وواصل حده وكذا، قال لهم والله يا جماعة أنا ضحية خدعة، خدعوني أصدقائي وقالوا لي خب الدراجة عندك، بعدين اكتشفت أنها فيها جريمة قتل وصراحة أغروني بالفلوس وأنا كتمت الشهادة، وبعدين احتجت إلى اني ابيع القطع غيار الدراجة النارية علشان اتعالج، وهذا اللي صار معي. منو اصدقائك؟ فلان الفلاني وفلان وفلان. او يلقون القبض عليهم هم الثلاثة وهني ويعترفون بالقصة بالكامل. قالوا يبا احنا طلعنا الفجر مرة لما ولد المسؤول عنده صديقة وكان بينهم علاقة، والبنت حملت منه سفاحا وانتظرها لين تولد، فأخذ منها المولود على طول وحطه في الكرتون، وإحنا ساعدنا أن نروح وياه يعني، ورمينا الكرتون في حاوية القمامة، لكن شافنا عدنان واعتقدنا أنه عرف شنو القصة، لكن اتضح بعدين أنه ما يدري، وإحنا أصلا اللي كشفنا الجريمة له وهم أصلا ما كان عارف. لما سألناه كان هو فعلا ما يدري شنو داخل الكرتون، فقررنا نتخلص منه، وهذا اللي صار والقصة مثل ما سردتها لكم. ما لكم بالطويلة، بعد ما انكشفت القضية وصارت في ضغوطات على أم عدنان ان التنازل، وهذا ولد تاجر وهذا ولد مسؤول وهذا والعالم تجيها وندفع لك الدية وخلاص يا ام عدنان. قالت والله العظيم ما يرضيني الا الدم بالدم، الا اشوفهم هذول وهم يطلق عليهم الرصاص يعدمون علشان ارتاح. هم ما خذوا اولدي فقط، هم خذوا صاحب البيت، هم خذوا ابونا، هم خذوا اللي معيشني انا وبناتي واخوه، انتم ما خذيتوا واحد عادي، انتم خذيتوا كذا. لكن لما شافت ان في مماطره في قضيتها وان حكم الاعدام اللي صدر على الثلاث القتلة الى الان ما هم راضين ينفذونه، قامت وتطير الى صنعاء، راحت الى بيت رئيس الجمهورية اليمني علي عبد الله صالح، وقالت والله ما تحرك من الباب الا ادخل عليه. المهم وصل له خبر قصة هالمرأة، فعلا قابلها وقالت لا انا ما مطالبة شيء، انا طالبة القانون. قال شنو تبين؟ قالت المحكمة حكمت لي انا بتنفيذ القصاص منهم، الاعدام بالرصاص، فانا ابي بس تنفذون الحكم، وهذول اللي يماطلون فيني لان هذا واحد ولد مسؤول والثاني ولد تاجر ويحاولون ان يضغطون علي علشان اتنازل، وانا ما ابي اتنازل. قال اللي تبينه يصير، احنا معاك ومع القانون. وفعلا ويصدر امر علي عبد الله صالح بتنفيذ حكم الاعدام في الثلاثه، وهذا اللي حصل، اقتلوا المجرمين الثلاثه باطلاق النار. الرابع حكموا عليه بالسجن سنتين لأنه فقط كان يعني كاتم للشهادة وأنه مشارك، لكن مشاركته ما كانت مشاركة رئيسية في الجريمة، لا كان مخبي الأدلة وأنه كتم وما أدلى بمعلومات عن جريمة وأنه تستر وأنه كذا، بس سنتين وتقريبا أن مراعاة لحالته الصحية لأن كانت حالته الصحية متدهورة. لما جو يبي ينفذون فيه حكم تنفيذ السجن في سنتين ويتوفى هذا الرجل الرابع، وصارت عندهم في المقبرة في مديرية بيت الفقيه يوم دفنوا الرجل هذا الرابع،
صارت عندهم شغلة غريبة. بالليل ولمدة أسبوع كانوا يسمعون صوت أنين داخل المقبرة، أنين في أنحاء القرية بالليل، ما في لا يعني تكييف ولا ازعاج ولا سيارات، وكان وقت شتاء والجو بارد والناس فاتحه شبابيك ونايمه وكذا، والصوت يسري ويسمعون صوت انين واحد طول الليل اهات. يا جماعه شنو الصوت هذا؟ اليوم الثاني اهل القريه كلهم كل واحد يسال ثاني، انت سمعت الصوت هذا؟ يقول لي نعم. ويسال انت سمعت؟ يقول لي نعم. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، ما هم عارفين، حتى قاموا يدخلون رجال الأمن في الموضوع، والناس قامت تنصح ويا جماعة اذكروا الله، وصار رعب عندهم. تجمعوا ذاك اليوم كلهم راحوا للمقبرة، لكن الصوت يأتي من قبر الرابع. فتكلموا الشيوخ دين إن هذا يعني لربما إن الرابع هذا يعذب أو يتم محاسبته لكتم الشهادة، وطبعا كل واحد قام يأول. مالكم بالطويلة، أما الولد المولود هذا اللي هو أساس القصة إلى الآن موجود حي، يرزق ورباه جار المسجد، والكل يمدح أخلاق الولد والكل يحبه، عارفين قصته طبعا. لكن إلى الآن لم يتم اكتشاف من هي والدة هذا المولود، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.